السلام، مرحبا بكم في الفلوغ 31 من الحياة المملة ديالي اللي عجبتكم. وإلا جاك فلوغ ممل عرف بلي راه عندك الحق. مشينا في يوم من الأيام فواحد القارة من القارات قاسمة عليا ما بيا قوة هي الصينية. صافي كنتفرج واحد شوية تعطل بنزيمة وأنا نقول له ضرب بنزيمة. صافي هو صفر العربيط هو يضرب بنزيمة. حتى إخوان باش ضرب بنزيمة زقلها إخوان داروا عندي الدراري. اكتشفت بأنني ماشي ممل وممل ومنحوس، راه ما يمكنش. صافي جات واحد الفرصة أخرى ماركة فيها بنزيمة وفرحت معاهم، قلت لي برافو بنزيمة، ويقول لهم لاربيط أورجو. إخوان هنا تأكدت بأنني ماشي غير ممل، ممل ومنحوس بروماك. شوية وما يشعلوا الضو باش يعرفوا شكون هو هاد القواس اللي كاين هنايا. صافي إخوان أنا قلت لهم واش غدير دوموندي شي حاجة ناكلها باش مبان ما كنتفرجش، جيت ناكل وصافي. صافي إخوان بديت كنعيط شوية من المالك وتا دومونديت عديت كنقرا في المنيو باش ما يشكوش فيا بلي أنا اللي قوست عليهم. إخوان ما تنساوش قول لي شحال من مرة قلت صافي، حيت قلت بزاف مرات صافي صافي صافي. والمهم صافي نكملوا. المهم تلاقيت بالدري صاحبي واخيرا لقيت مع من الحيد الملال. صافي المهم واحد الدري هنايا خلقناه معاه ضرب ناس هو دا فاتيكان وما يمكنش اخوتي وخريت بالضحك حاشاكم اخوتي. صافي وحنا كنتناقشوا ويجي عاوتاني هاز الهديه صاحبي كونسومي الماء. شكرا شكرا. هنا قال لينا نوريكم واحد اللعيبه السهر سالي سهره ما يمكنش ملي مشاو عليا قنط ديال بصح جاني الملل. قلت علاش لا ما نشوفش الطواليت ديال الريستورون كيفاش دايره. اخوان دخلت للطواليت وخا ما فيه والو خوتي. المهم بغيت نعرف اش واقع، ولكن انا وخا كاك حادي صواريه كاع ما بلت في المرايه وبغيت نبان في المرايه ولكن نسيت. تفو اخوان الفيديو الجاي نبان معاك. غتبقاو تقولوا لي كل مره كتقول لنا غنبان، كل مره غتقول لنا غنبان. اخوان راه كنتزقل كنكون غنبان شويه وكيما كنبانش وانا باغي نبان اخوتي. صافي الفيديو الجاي نبان، فلوج 32 ان شاء الله ولا فلوج 322 ولا 333. وانا حسبت الدرجه هادو لقيتهم تقريبا شي 12 درجه بلاتي 12 درجه ونص. حيت كانت واحد الدرجه صغيره مو انا خارج ويبان لي كيتفرج في ستوريات ديالي. خوتي نتوما بارطاجيو ستوريات ديالي مع الناس باش حيدو تما شويه الملل. اخوان ولا حقاق مزيان ولا لقى كيتفرجها في راسو. اوكي واخا كاك طريق القلب الكبير لا عمر هضر العز خويا طريق تهلا في راسك. كتكون كتشوف هاد الفيديو هذا يا ربي تحيد شويه من الملل. ضروري نشكروا كاع الناس اللي خدامين في زيكوس فود اخوتي تبارك الله عليكم. شكرا بزاف على السيرفيس زوين. وانا خارج باليات باساج بيت واش كتفكروا في داكشي كنفكر فيه، تقررت باش انني نقطع وما يزيدوا الطوموبيلات كعيد ديال بصح. صافي هما يبانوا لي الدارجه عندي ناري اخوتي بروسي. جيت هنا باش نحيد المال الساعه غنحيد حيدوا لي فلوسي. بالي هذاك باساج بيت اخوان الشيطان كيغرني باش نقطع داك الباساج بيت ونحيدها شويه من المال. الفلوسي تحيدوا غيديهم لي صافي ماشي مشكل، اصلا خصني باش نخلص على الدار. صافي خليتهم كياكلوا اخوتي. بارطاجيو هذا الفيديو هذا باش نربح شويه الفلوس باش نخلص ديما على مالي الدار اخوتي. كنضحك معكم. المهم بالي هذاك بيطا وقلت والله تنقطع معاه، اصلا خصني نمشي باش نتيري فلوس عاوتاني نمشي لقرص الحيط. كي درت الاحترام كندق كيخرجوا. اخوان تخيل معايا تبقى هادشي ديما يبقى بحال هكا، والله حتى هادشي كيحيد شويه من الملل اللي كنحس به. جربوها وردوا عليا اخبار واخا ما يوقع والو، ولكن المهم تعيدوا الملل. اخوان واخا بقى فيا تخلص كلشي خويا خلص علينا كاس العالم ديال العصير. صافي شربت وجاني الناس، رجعت لديك الريستورون اللي كنت فيه قبل. صافي قلت اجي هنايا كنرتاح مزيان. صافي وانا الناس في حالاتي اخوتي تهلاو في راسكم، نتلاقاو في فلوج جاي ان شاء الله. اخوان ما تنساوش قول لي شنو هي المدينه اللي الا جيت لها نقدر نحيد شويه من الملل اللي كنحس به. وما تنساوش بارطاجيو باش اللي فيه الملل يزيد يجيه الملل.